الحطب ولتقذفوا بالجاني أيضا من هنا. أما سائر الحفرة فيدور حولها سور من الحجارة على رسم الهلال يتدرج فيه الارتفاع حتى يبلغ السور أقصى ارتفاعه هناك في الجنوب الغربي، وذلك ليكون مانعا من انتشار اللهب كما شرحت. أما سفح الجبل فيهيأ ليكون مدرجا للكهنة والحراس وسائر الناس. المتطوعون بلغوا 300 وهم في غاية القوة. نرجو أن ترفع الآلهة العظام غضبها عنا حين ترانا نثأر لها ممن اجترأ عليها وأهانها وسخر منها. يا بني، لا يذهب الحزن برشدكما. لا مفر لنا من مواجهة الناس، ولا بد من أن نجهر بالبراءة من إبراهيم، وإلا أخذونا بذنبه. خرج وبيع أصنام الآلهة ليعرف الناس أننا على ديننا لم نزل. يا أبتاه، لا أقوى على مواجهة الناس. وأنا وحق هذه الآلهة أصبحت لا أستطيع الخروج إلى الطريق. بطن الأرض خير لي من ظهرها. قضى إبراهيم على سمعتنا بين قومنا. بمثلي تفتئين تبكين على إبراهيم حتى تكوني من الهالكين؟ أروني ابني قبل أن يرمى في النار، أرونيه قبل أن يموت. إنه ابني، ابن فؤادي. يا أمه، أنى لنا أن نصل إليه؟ إنه في سجن منيع وراء القضبان، ودونه الحراس الأشداء المدججون بالسلاح. ودخل لوط وخفض جناحه لجده وجدته وأبيه وعمه، ثم التفت إلى إمتلي في إشفاق وقال: يا جدة، إن شئت أن تري إبراهيم في سجنه فأنا زعيم لك بذلك إن شاء الله. أتستطيع ذلك يا لوط؟ قال: إن معي ربي سيعينني عليه. أجئتني بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: لا وربي، ما جئتك إلا بالحق، ولا أشترط عليك شيئا إلا أن تؤمني بالله وحده وتكفري بآلهتك. ويلك، أغرب عن وجهي، أفسدك الهالك المحروق. قال: قد وعدك إبراهيم أن يستغفر لك ربه، أما أنت يا جدتي فأجيبي داعي الحق تفوزي بخير الدنيا والآخرة. اطردوا هذا الوزغ من بيتي، إنه لغوي مضل مبين.
يخرج من بيتنا؟ مرني يا بتاه ان اقتله الان. لا لا يا غران، كفاني من الفجائع ما انا فيه. اني لاتوقع منه ان ياتي فعله كفعله ابراهيم. قال يا جدتاه اسألي سارة، إنها لتزور إبراهيم في سجنه كلما شاءت، يخفيها الله عن أعين الناس والحراس، وتحملها أجنحة الملائكة إلى زوجها، لا تحول بينهما سدود ولا قيود. يا جدتاه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إني أصدقك يا بني، خذني معك. امتلي، لو خرجت من بيتي فلا تعودي إلي، وإن اتبعت هذا الشيطان أنت محرمة علي أبد الآبدين. آسر، على دين أبينا، نحن براء من إبراهيم ومن كل من اتبع إبراهيم. آزر يا صديقي القديم ويا شريك تجارتي الأمين. نغال، لا تبتئس بما فعل إبراهيم، فأنت لا ذنب لك. ولكن الناس يأخذونني بذنبه. أنا أحب الآلهة، أنا أمجد آلهتي وأصنع تماثيلها منذ 50 عاما. لماذا يأخذونني بذنب سفيه خرج عن أمري وخالف دين آبائي؟ أنا بريء من إبراهيم، أنا بريء من إبراهيم، أنا بريء من إبراهيم، أنا بريء من إبراهيم. ولماذا لم يخرج ناحور وهاران بهذه التماثيل كشأنهما؟ لا يجرؤان على مواجهة الناس. وما حملك على معاناة ما أحجم عنه ولداك؟ إنك ميسور الحال وتستطيع أن تعيش من أرباح تجارتك. الأمر أبعد من الخبز وحاجات الجسد، ولو اقتصر الأمر على مقاطعة الناس لحرفتي هذه لهان الأمر. لكن القطيعة التي لا تطاق هي ما أجده عند الناس من عداوة قاسية دون ذنب مني. يا آزر، إياك وهذا المعبد، لا تقرب آلهتنا، وغفر عليك أن تصنع تماثيلها، فإن دخول تماثيلك في منازلنا ومعابدنا شؤم وخراب. ارحل عن مدينتنا قبل أن نلقي بك في النار غدا مع ابنك الأثيم.
بلغت النيران وأشدها. أحضروه. وجيء بإبراهيم من سجنه. أما سارة فكانت على موعدة من ربها ألقاها رسوله وخليله أن الله سينجيه. ترى كيف ينجي الله إبراهيم من هذا الجحيم المتأجج؟ أما لوط فقد استغرق في الدعاء الخفي إلى الله الذي يعلم السر وأخفى. ملوه في المنجنيق واقذفوه في النار. وتأرجحت بإبراهيم الآلة الرهيبة ثم قذفت به بين السماء والأرض. وبينما راح إبراهيم يهوي إلى الجحيم سمع جبريل عليه السلام يقول له: يا إبراهيم أبك حاجة إلي؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا، أما إلى الله فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. مولاي، بدأت النار تخفت، أنا نطعمها بمزيد من الوقود. مدوا قضبان الحديد وقلبوا في الجحيم، كان المحرق قد تفحم وانتهى أمره فلا حاجة لمزيد من الوقود. والغادر الجبل فتلفظ هذه الجموع، فقد ثأرنا لآلهتنا وانتصرنا وشفينا صدورنا. وأوحى الله إلى النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، وبقي إبراهيم في النار فلم يخرج منها حتى تخمد، لكي تكون آية الله واضحة أمام أعتى ملك من ملوك الأرض في زمانه. وقف إبراهيم في قلب الجحيم ينظر إلى الناس ولا يكف لسانه عن ذكر الله تعالى ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل. إنهم يتحركوا في الجحيم، إنه يتكلم. لقد رأيناه، لقد سمعنا. إبراهيم حي، إبراهيم حي، إبراهيم حي، يتحرك في النار، يهتف باسم الله. إبراهيم حي، إبراهيم لم يحترق، إبراهيم حي، إبراهيم حي، إبراهيم حي، إبراهيم حي، إبراهيم حي. ماذا يقولون؟ ماذا هناك؟ ماذا يقولون؟ إبراهيم حي، إبراهيم حي، إبراهيم ابن حبيبي. ماذا يقولون؟ ماذا يرون؟ نحور، انزل يا بني واستطلع الخبر. هران، أسرع مع أخيك. أدركني فإني لا أتمالك صوابي. انزل يا بني، انزل. إبراهيم، 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 هل تراني يا إبراهيم؟ إنه يلوحني.
يلوح لي من قلب الجحيم، إنه يستجيب لي، إني أسمع صوته. راني، عرفني، لوحني، إنه حي. إنه يتكلم، يتحرك، يمشي، يرى، لم يحترق، إنه حي. إبراهيم حي في الجحيم، إبراهيم لم يحترق. أتسمع؟ نار ولا تحرق، إنها ليست نارا، إنها إذن سحر مدبر. وهذا الصاد الذي ألهب وجوهك، لا تحس بالعرق يقطر من لحيتك؟ إن طير الجبل كان يحترق في أعلان السماء وينزل في اللهب أمام أعيننا. نار ولا تحرق، إنها إذن ليست نارا، إن هذا الفتى ساحر لا ريب، يريد أن يفتن الناس ويفسد عليك ملكك. أفسح الطريق لأرى بنفسي. أثبت مكانك أيها الملك الإله. رأيته بعيني وعرفني وهو في النار، ولوح لي بيده وهتف بصوت مسموع، إنه سليم لم يمس. أريد أن أرني إبراهيم ولدي. يقتلك الزحام، لن تصلي إليه. أيتركونه في النار وهو حي؟ كيف يستطيع أن يتحرك؟ ما لا يخرج من النار، يبقى في النار حيا منذ الضحى حتى الآن. لقد كادت الشمس أن تميل للغروب. أخرج ولدي من النار، أخرج إبراهيم من النار. وأقبلت سارة من مكانها متهللة وقالت: يا أماه، ألم أخبرك أن الله مع إبراهيم؟ يا أبتاه، يا عماه، انظر آية الله ومعجزته. كنتم تسألونه أن يأتي بآية لتصدقوه، وها هي دي أعظم آية ترونها بأعينكم. وجاء لوط يقول لأبيه هاران: ألم يأن لك يا أبتاه أن تؤمن بالله رب العالمين؟ ألم يأن لك يا جداه أن تطرح عبادة الأصنام؟ ألم يأن لك يا عماه أن تسلم لله مع إبراهيم؟ أرادوا بإبراهيم كيدا فجعلهم الله الأخسرين. وخطى إبراهيم من قلب الجحيم، لم تحترق منه شعرة، ولم تصبه لفحة من النار في جلده ولا في ثوبه. لقد قال الله للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اغفر لنا يا إبراهيم، سأذبح لك 4000 بقرة، أنت أقوى من النار، أنت أحق من آلهتي بالعبادة. وانحنى إبراهيم على النمرود يشده من السجود قائلا: ارفع وجهك أيها الملك، فلا سجود لغير الله، إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أيها الناس، من كان منكم ذا عين فقد رأى، ومن كان منكم ذا قلب فقد وعى، ألا فاطرحوا عبادة الأصنام، واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تماثيل الآلهة، السادة البعول العظام، 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 تماثيل الآلهة، اشتروا التماثيل، تماثيل الآلهة، تماثيل الآلهة، السادة البعول العظام. أتعرضون عن آلهتكم؟ حسبتكم قادمين بقرابينكم لتذبحوها على أقدام مردوخ رب الأرباب. هل من هذه آلاف بقر؟ الملك سجد وذبح لإله الفتى وليس للفتى نفسه. ستمتلئ هذه المدينة بالوافدين إليها لينظروا إلى إبراهيم. إنه صار حديث العالمين. لو علموا أني أخو إبراهيم لتعجبوا من أمري. لماذا لم أفرح بنجاة إبراهيم؟ هل أنا أكره إبراهيم؟ كلا، بل أنا أحبه. إنه شقيقي وابن أبي وأمي، وإنه ودود ورحيم، ولكن حبي لآلهتي أشد. لا، لن أتحول عن عبادة آلهة أبي وأجدادي. ولكن كيف نجاه إلهه أمام عيني من نار كانت تشوي الطير التي تمر بها؟ ألا تستطيع آلهتي أن تصنع مثل هذا الصنيع؟ ألا تستطيع؟ ألا تستطيع؟ خيبة لك من آلهة عاجزة. الويل لك، ألم تكوني من فتيات المعبد المقدسات؟ كفرت بالمعبد وآلهة المعبد. يا هذا، إنك لجبان منافق، تخاف من قرابة إبراهيم لك. اطمئن، لقد انصرف الناس جميعا عن هذه الآلهة الفاسرة بعد أن رأوا صنع إله إبراهيم بإبراهيم. منحوني مثلما منح إله إبراهيم لإبراهيم. اجعلوا النار بردا وسلاما علي كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم. ليس إبراهيم وأخي، أليس هو مني وأنا منه؟ أليس هو ابن أمي وأبي؟ أم هو من جبلة غير جبلتي ومن نوع غير نوعي؟ كيف لم يحترق في الجحيم؟ أيها الأوريغل المقدس، يا كبير كهان الدولة، اسمح لابن من أبناء معبدك أن يقول لك قولة صريحة. إنه لم يعد لنا مكان في أرض بابل، ولا بد أن تبحثوا الأمر مع الملك. هذه البلاد لا تسعنا وتسع الساحرة معنا. ينظر الملك الإله أينا أنفع له، نحن أو إبراهيم. إنه صد الناس عن معابدهم وشغلهم عن آلهتهم، لا قرابين ولا صلوات. يا له من باب للثراء، فتحه لنفسه بألعوبة من السحر في ساعة من النهار. كل هذه الوفود تسوق إليه ما كانت تسوقه إليكم من الهدايا والنفحات
والقرابين. الأمر الذي يثير العجب أن إبراهيم يرد الصدقات التي تساق إلي ويقول أنا لا آكل الصدقة، فإن قالوا هي هدية قال لا أقبل هدية إلا من مسلم. مسلم؟ أجل، إنه يسمي أتباع دينه بالمسلمين. إن هذا لأمر يراد. تحسبونني أقول إنه يصنع هذا السحر فيخاطر بنفسه ويلقي بنفسه في الجحيم وهو لا يطمع في أموال الناس؟ إنه لا يريد إلا العلو في الأرض، فالكبرياء أعز من المال. اشتهار أمره وارتفاع ذكره وانتشار صيته كل ذلك أشهى من المال لدى كثير من النفوس، ولن يلبث أن يجمع الناس من حوله ثم يؤلبهم علينا. هذا هو الكلام المفيد، هذا هو الكلام الذي ينبغي أن يقال للملك الإله. نقول له إن إبراهيم هذا ساحر يريد أن يخرجنا من أرضنا بسحره، فهو يستهوي الناس ليتقوى بهم حتى يخرج على طاعتك، ويثير الفتنة في البلاد حتى ينتزع الحكم منك لنفسه ثم يرتقي عرش البلاد. الملك الإله شقيق مجد مردوخ. يكلمني الأوريغانو المقدس بما يطلبه هؤلاء الكهنة. جاءوا يكلمون الملك الإله في شأن إبراهيم ابن آزر ذلك السحر. لا يكلمني أحد بشأن هذا الرجل، إني لا أنام منذ رأيته بعيني رأسي وهو يلقى في النار. لقد كان جحيما مترهجا ينفح وجوهنا فحيحه على بعد 1000 ذراع. بأي سحر تقولون عنه؟ لقد تركناه يتقلب في الجحيم من الضحى حتى زالت الشمس، ثم رأيته بعيني رأسي يخرج سليما موفورا. أي إله قدير ذلك الذي قال النار قال لها كوني بردا وسلاما على عبدي؟ إن إله إبراهيم لقدير، وإني لمرعوب منه منذ رأيت مجده واقتداره. كلما فكرت في ذلك لا أملك نفسي إلا أن أتقرب إليه بالقرابين. لا يكلمني أحد في شأن إبراهيم، وانحروا 1000 بقرة قربانا لإلهه العظيم. ناديت الكاهن ليتلو الصلوات على إميتلي ويصف علاجا لمرضها. ما لك لا تجيبين؟ طردني الكهان من المعبد، قالوا إن بيت آزر بيت حلت عليه اللعنات لأنه تدنس بدعوة إبراهيم، أليس كذلك؟ يا آزر،
أهون عليك. لا تتكلف لعلاجي ولا تستدعي كاهنا ولا عرافا. لن تطول أيامي على الأرض. امتلي. سأذهب إلى العالم السفلي، إلى الأرض التي لا رجعة منها. امتلي. أبتا 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 أبتا، اغفر لي ما أحمله إليك الآن من الأنباء السيئة. اغفري لي يا أمي إزعاجي لك وأنت على فراش المرض، ولكن الذي يتهددنا اليوم شيء خطير مفزع. لن يقع في الدنيا شيء أدهى مما صنع بنا إبراهيم. أبدا، إن هاران أخي يوشك أن ينزل بنا ما هو أدهى وأمر. إن إبراهيم قد أنجاه إلهه من النار، ولكن هاران لن تنقذه الآلهة من النار. النار؟ ويلك، الآلهة أعلى وأقدر. ولكنها ستخلي بين هاران وبين النار التي راح يجمع لها الحطب ويوقدها ليلقي فيها بنفسه. نار يجمع لها الحطب يلقي فيها بنفسه. إن الآلهة لن تمد أيديها إلى هاران لأنه أخو إبراهيم. إنها سوف تنتقم منه، سوف تتركه لتلتهمه النيران. يا الخراب، إن مردوخ ينزل بي عقابا. يا آلهتي، أنا لا ذنب لي، أنا بريء من إله إبراهيم. أتركيني، أتركيني في مصيبتي. هيا معي إلى الجبل، فقد بنى هاران المحرقة في نفس الحفرة التي ألقي فيها إبراهيم. يا ويلتا، لقد جن هاران. ماذا يريد؟ يريد أن يضحي بنفسه ليدلل على قدرة آلهتنا. يريد أن يؤكد لضعاف الإيمان أن آلهته قادرة على ما قدر عليه إله إبراهيم. وابنه لوط، ألم تخبر لوطا لعله يحول بين أبيه وبين إهلاك نفسه؟ امتلي امتلي، لا تذكري لوطا، فقد اتبع إبراهيم ولازمه. إن لوطا وسارة وإبراهيم هم سبب بلائنا، هم سبب غضب الآلهة علينا. هيا بنا يا بني، هيا بنا لنرى ماذا صنع هاران بنفسه.